خبراني. اسم ماركتنا الجديدة ساسا دينجر، مونيكا ساسا ورنيم دينجر. بعد شهر تقريبا رح يكون افتتاح أول محل إلنا، مشان هيك نحن بحاجة لتصاميم تكون مميزة كتير. رح نشتغل على القصة كلنا سوا، وإذا كل الأمور مشيت مثل ما بدي ما رح تكون الماركة بس هون. بظن إنه هاد كل شي عندي حاليا. تفضلي، حابة تضيفي أي شي رنيم خانم؟ رح تكون عندكم المعلومات الكافية. عندي قناعة إنه رح نقدر ندخل الماركة على السوق، ولحتى تنجح الماركة سينيورا مونيكا رح تكون معنا بالمكتب اللي جنب مكتبي. شكرا لك رنيم خانم. كل التقارير رح تجي على مكتبي ومكتبها، بس قبل ما يوصلوا لعنا في شخص رح يتولى عملية التدقيق عليهم، وهالشخص هو فتون. وقبل ما فتون تعطي الأوكي نحن ما رح نشوف أي شيء. كل الصلاحية بإيدها. يا ريت الكل يلتزم بهالقرار. وهلا يعطيكم العافية جميعا، مبروك علينا. برافو، كتير حبيته. مرحبا كريم، أهلا وسهلا. جيت بارك لك. شكرا كتير. يعني صح غريبة إني هون وعم اشتغل مع رنيم خانم، بس مع هيك أنا مبسوطة كتير وبدي اتشكرك على كل شي عملته. بالإذن، فينا نحكي شوي بمكتبي؟ رح أرجع فورا. طبعا، نفذ الأوامر. طلع حلو اليوم. شو بتعرفي؟ لأنه مرق 5 ثواني. شو؟ أنت وكريم اتطلعتوا ببعض 5 ثواني، وإذا الشاب والبنت اتطلعوا ببعض من غير حكي أكثر من 4 ثواني معناها صار اللي صار. خلصنا عروة بلا سخافة، شو هالحكي؟ يا بنت احكي شو في أحسن ما ندفكها. لك ما في شي. لا، تعوا معي على المكتب.